هذا وقد اتخذت وزارة الداخلية ممثلة من جميع إداراتها عدة إجراءات احترازية طبعا ووقائية في مطار البحرين الدولي، وطبقت أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين فيها. في إطار التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا وتعزيز تأمين منافذ مملكة البحرين، قامت وزارة الداخلية بجهود وطنية جبارة بمطار البحرين الدولي في تنفيذ أعلى درجات الوقاية، حرصا منهم على تعزيز السلامة العامة من خلال الشراكة مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية. طبعا بالإضافة إلى عمل مديرية شرطة مطار البحرين الدولي في تأمين مبنى المطار والمسافرين، فإن مديرية شرطة مطار البحرين تشارك في حملة التصدي لفيروس كورونا من خلال فرز المسافرين القادمين من الدول الموبوءة ونقلهم إلى المنطقة المخصصة للفحص الطبي، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الصحة في تنظيم حركة المسافرين ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم، وبعد الانتهاء من الفحص الطبي طبعا والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار من جمارك وجوازات وشركة مطار البحرين، الطيران المدني، الإدارة العامة للدفاع المدني وغيرها، وذلك لتذليل الصعوبات اللي تواجه حملة التصدي لهذا الفيروس. وأيضا مثل ما تعرفون دائما بعد كل رحلة تخلص من الرحلات يتم تعقيم مبنى المطار بشكل كامل، ويتم تعقيم موقع الفحص الطبي من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين في مبنى المطار وعلى سلامة المسافرين. عمل دؤوب قامت به رجالات الداخلية على مدار الساعة بصورة متكاملة لجميع القادمين إلى مملكة البحرين. احنا موجودين هنا لتسهيل اجراءات المسافرين في خيمة الفحص الطبي لحملة تصدي لفيروس كورونا، وهذه مسؤولياتنا الوطنية تجاه مملكة البحرين. حرصا من شؤون الجمارك على انسيابية العمل في مطار البحرين الدولي، تم تخصيص نقطة جمركية وترتيب عدد من ضباط الجمارك، وذلك في الخيمة المخصصة لفحص المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين وللحد من انتشار فيروس كورونا. اليوم وصلنا من امريكا 16 ساعة، وصلنا خذونا باصات دخلونا الخيمة وعطوا كل واحد رقم، ما طولنا والله يمكن ربع ساعة 20 دقيقة ينادون بالاسامي الفحص، وما حسينا لا بتعب ولا شيء ورحبوا فينا، بالعكس ما قصروا اخواننا البحرينيين. من المطار للخيمة انقلونا ثلاث باصات، على طول ما طولنا ربع ساعة كل شيء خالص، والحمد لله سووا لنا فحص بسيط خفيف بس عشان ياخذون الحذر. مطار البحرين الدولي لم يقف يوما عن خدمة أفواج المسافرين القادمين والمغادرين من المملكة، حيث كان العمل جاريا على قدم وساق بصورة يومية إلى جانب تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بالمطار وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية. قامت وزارة الداخلية ممثلة بجميع إداراتها بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراءاتها الوقائية والاحترازية بدقة في حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد بجاهزية عالية، والعمل كروح الفريق الواحد كونهم هم خط الدفاع الأول للتصدي لهذا الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.